بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. استشهاد المجاهد القائد الرمز أبو العبد هنية الذي كان جاهزا للشهادة منذ عقود ليس شيئا غريبا وهو شيء متوقع، لكن اغتياله واستهدافه في طهران ساعات قليلة بعد الغارة على الضاحية الجنوبية ببيروت هو إعلان حرب ليس على محور المقاومة وحسب، وإنما على الأمة كلها وعلى أحرار العالم وعلى هؤلاء جميعا أن يتكاتفوا ويوحدوا الجهد لمواجهة الكيان الاحتلال والإبادة الجماعية والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لها بالفيتو وبالأسلحة الفتاكة وبالدولار. وهي مناسبة كذلك لنتوجه إلى المطبعين هنا في المغرب لنقول لهم بأن استمرار تمثيلية القتلة ومكتب الاتصال مفتوحا تجعلكم شركاء في الدم وشركاء في كل هذه المجازر لجيش الحرب الصهيوني، وبالتالي فليتحملوا مسؤولياتهم لإغلاق مكتب الاتصال فورا وقطع جميع أنواع العلاقات مع هذا الكيان القاتل. مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين اليوم تدين جريمة الاغتيال الجبانة التي تعبر أن العدو الصهيوني فشل في ساحة المواجهة العسكرية، ولذلك هو يريد أن يحقق هذه المؤامرات وهذه العمليات الجبانة، ولذلك المقاومة لقنت هذا العدو المجرم ضرسا كبيرا في الميدان، ولذلك مجموعة العمل هي اليوم تدين هذا الاغتيال وهي اليوم موحدة، الشعب كله موحد اليوم، الشعب المغربي ضد الإجرام، ولذلك يطالب الدولة المغربية بقطع كل أشكال العلاقات، لأن الإبقاء على العلاقة مع المجرمين هو مشاركة لهؤلاء في هذه الدماء الزكية التي سالت في غزة بسخاء. المقاومة ستنتصر، حلف المقاومة سينتصر، وإسرائيل إلى زوال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صوت الشعب المغربي من مدينة الرباط وفي مجموعة من المدن المغربية يخرج منددا بالجريمة البشعة النكراء التي اقترفها الكيان الصهيوني باغتيال الشهيد اسماعيل هنية رحمة الله عليه. هذا العملية الجبانة التي جاءت كرد فعل الكيان الصهيوني على هزيمته أمام المقاومة في أرض المعركة. هذا الكيان المجرم ينتقم من المدنيين في غزة وينتقم بالاغتيالات الغادرة ضدا على كل الأعراف القانونية والدولية، يعني يغتال القادة، واغتيال القادة هو وقود متجدد للمقاومة. لن تنكسر المقاومة ولن ينكسر صمود الشعب الفلسطيني، بالعكس تماما. نحن جربنا على مدار التاريخ المعاصر في القضية الفلسطينية وكذلك في كل المقاومات أن يعني استشهاد قادة كبار عظام من حجم الأستاذ إسماعيل هنية رحمة الله عليه لن يزيد المقاومة إلا عنفوانا وإلا قوة وإصرارا على يعني تكبيد العدو مزيدا من الهزائم. وإذا ونحن أيضا هنا طبعا لنجدد دعمنا المستمر للفلسطين ولغزة وللمقاومة، ولنا يقين في انتصار المقاومة وأن المقاومة ستنتصر وأن الكيان الصهيوني سينضحر عن غزة وأن فلسطين بإذن الله ستعود حرة للعرب والمسلمين.